لا يوجد ما هو أسوأ من انتشار الفقر وتلاشي مظاهر الحياة المدنية من جراء الفساد والإهمال، وقد يكون الأسوأ موجوداً بالفعل في مكان مثل محافظة القادسية التي تعد من بين أفقر المحافظات العراقية على جميع الأصعدة. جولة في سوق الديوانية كفيلة بكشف المستور. عقدان من الفساد حول مركز المحافظة إلى خراب، وحرم سكانها من أبسط مقومات العيش، ومنها شراء طعام كاف للعائلات ذات الدخل المحدود، لا سيما بعد خفض قيمة الدينار. قبل زين الوضع، هسه لا، هسه ما صعد الدولار، صعدت كلها. قبل طماطة كانت 4000 وزينة ب500، هسه الكيلو طماطة صار 1000 دينار. يعني أنا هسه رجال على باب الله بست وتع اشتغل، يا دوب أخذ لي كيلو كيلوين. ليش لين ما يعني شو حصل لي؟ ما حصل لي، حصل لي 5000 10000، ذاك تروح يعني. هاي من الصبح للظهر. قبل لا يصعد الدولار كانت القدرة الشرائية قوية، يعني بحيث انه مثلا راتب محسوب، معنى انه المواد متساوية الاسعار تقريبية، يعني قريبية الاسعار. فمن صعد الدولار صار تعرف انه خربطة بالسوق، وصار انه المواد تصعد بدون حساب. هذا بالنسبة للكسبة، اما بالنسبة للموظفين فان المعاناة المعيشية ازدادت حدتها بعد انخفاض قيمة الرواتب وعدم إقرار أي زيادة عليها منذ سنوات. الرواتب هي محدودة، ما تغيرت على حقيقتها، بالعكس هي قلت قيمتها، لأنه بصعود الدولار راح تقل قيمتها اعتيادية، طردية، بحالة طردية. باعتيادة راح القدرة الشرائية عند المواطن تقل حتى دون 50%. ولأن لكل نتيجة سبباً أو جملة أسباب، فالحال الذي وصلت إليه محافظة القادسية هو نتيجة حتمية لفساد أحزاب السلطة، يقول سكان المحافظة. ما حد جايب، الديوانية تعبانة، الديوانية ما بيها مصدر للرزق، ما بيها رجل غريبة، ولا لها ناس تجي تداعي بيها. الحكومات قاعدة تعاقبت عليها كلها تعبانة، ما جاء واحد داعي على الديوانية، كلها أحزاب. يجي لمصلحته يشتغل عشيرته، كلها عشائر، هي ماكو ابنه لا يلزم الديوانية، كلها اجت عشائر، يجي يشتغل مجرد عشيرته بس. في العراق الجديد تذهب حكومة دون إنجازات وتأتي أخرى لتتلو على مسامع العراقيين الوعود تلو الوعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية دون تنفيذ، ليبقى الحال على ما هو عليه منذ 20 عاماً.